جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس هانوم دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مشددا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال مؤكدا أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم وأن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة كما جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال مضيفة أن أحياء بأكملها قد تحولت إلى أكوام من الركام أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أكدا الحاجة العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة كتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة ساندي تايمز أن عددا كبيرا للغاية من المدنيين قد استشهدوا في هذا التصعيد ويواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا متزايدة من حلفائه بشأن التصعيد في غزة حيث انتقدت الولايات المتحدة القصف العشوائي الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين استنكر الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطينيه مصطفى البرغوثي الانتهاكات الاسرائيليه المتواصله وذلك بدون اي رادع من قبل الغرب بحق اهالي قطاع غزه والضفه الغربيه وقال البلغوثي إن الدعم للاحتلال الإسرائيلي تجاوز القيم والمبادئ التي كانت تنادي بها الدول الغربية ووصل لحد الانحياز المطلق في التصعيد الذي دمر كل شيء في غزة والضفة الغربية وأشار المسؤول الفلسطيني إلى الاقتحامات الإسرائيلية التي وصفها بالخطيرة لمخيم نور شمس ومدينة كرم وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفرض على واشنطن اعتبارا غير صالح لاي ترتيبات مستقبليه لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. اشارت الخارجيه الفلسطينيه في بيان لها الى ان نتنياهو قدم اعترافات غير مسبوقه، وتفاخر بشكل علني بوقوفه خلف منع قيام الدوله الفلسطينيه وتجسيدها على الارض، وطالبت الوزاره الاداره الامريكيه والدول كافه بالتعامل بمنتهى الجديه مع اعترافات نتنياهو وبتحميله المسؤوليه المباشره عن تخريب جميع فرص السلام. نصب متظاهرون اسرائيليون خياما خارج منطقه الكريا في تل ابيب لمطالبه حكومه بنيامين نتنياهو بضمان اطلاق سراح المحتجزين في غزه. هذا وتتواصل الضغوط الداخليه والغضب داخل تل ابيب بسبب قيام قوات الاحتلال بقتل عدد من المحتجزين في غزه عن طريق الخطأ.